معلومة بسيطة، يقول الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. في إعجاز بالآية هذه، شفت عنه فيلم وثائقي قبل، والله ما أدري، قبل 3 أو 4 سنوات، قالوا بعضا من الفواكه تشبه أعضاء الجسد. فمثلا الكمثرى، أنا حسب هذه الكمثرى طلعت جوافة، فهذه أو الكمثرى تشبه عضلة، شو تشبه في الجسم يا شباب؟ تشبه القلب. فقالوا الكمثرى مفيدة للقلب بشكل مجنون. قالوا فيها الفاصوليا، ما فيها حبتين كذا، ايش تشبه؟ تشبه الكلى، يقولون مفيدة للكلى بشكل خرافي. وين المانجا؟ ايوه، عين الجمل، عين الجمل اعطم، هذه من زمان اعرفها، عين الجمل مع العسل، هذه مفيده ايام اختبارات المخ، لان تشبه المخ بالضبط، مكسرات عين الجمل. هذه اسمها خضيره. لا خضيره، وش اسمها يا شباب؟ افوكادو. افوكادو، شكرا لكم، غششتوني. افوكادو هذا يا حبيبي، هذا حوذ بالله، هذه هذا الليمون. الان احنا مقبلين على 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 دخول فصل الليمون، يسمونه الفرنسيين الصيدليه المتنقله. الليمون يقول لك ان الصيدليه تمشي معك في كل مكان، فاحرص على تناول الليمون بقشره احيانا للوقايه، لانه يرفع المناعه. بالقشر، انا اكله بقشره، تقطع مع السلطه بقشره كذا زي اللوزه. فليمون، حبه ليمون وحبه بصل. طبعا ليش قلنا القشر هنا؟ لان في زيوت طياره في القشر، الزيت حق الليمون موجود في القشر فصحي. فحبه ليمونه وحبه بصله، طبعا البصله فيه تحيز شوي بس صيد، فحبه ليمون حبه بصله كفيله بان تقيك من الانفلونزا ومن الكحه ومن بعض الامور اللي ما تطول الوجه. وسلامتكم. البرتقال، البرتقال هذا فيتامين سي، اعوذ بالله، مع البصل بعد. بس خذ هذه يا اخي، هذه كنا ليمونه. ايه ليمون، بس قبل لا تخلص منه لبيه. بيض الله وجهك وختم الله والديك. من يقول؟ الليمون عجل الله انك صدقت يوم قلت انه مفيد، في خلطه عشان يستفيدون منها الناس. ليمون بقراشه في الخلاط، 3 ليمونات، وزنجبيل بقراشه في الخلاط، وفص ثوم كامل بس الثوم يقشر مع زباد، هذه خلطه فتح الشرايين. اي ولو تدخل، انا سمعت فيها، انا ابوي يستخدمها. ليمون ابو زهيره. ايوه ليمون ابو زهيره، انا ابوي في قلبه يستخدمها. وزين لبه، وش صار؟ ايضا ماذا نتكلم لكم عن الزنجبيل؟ الزنجبيل يا فريق رقم 4، وش الازعاج هذا؟ اقسموا على كم رقم ذولا؟ واحد، والله واحد، والله رقم واحد؟ اي والله، والله اثنين، والله واحد. الزنجبيل يقول الحكماء لو وزن بالذهب لما اعطي حقه. الزنجبيل، وفي حديث الظاهر عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه اهدي اليه جره زنجبيل، ماني متاكد من الحديث، انه اخذ منها واعطى الصحابه. وفي القران كان مزاجه زنجبيلا، ما ذكر في القرآن، يكفيه شرفا وفخرا. أما الخيار فأنا شخصيا استخدمت علاج في الخيار، أنا أكل علاج الزنتاك والرنتاج والبنتازول حق الحموضة والارتجاع. فسبع خيارات يوميا كفيلة بأن تقطع عنك الحموضة. جربوها يوميا، 7 خيارات بأوقات متفرقة، طبعا يفضل قبل الأكل، يعني كل العلاجات حقت الحموضة قبل الأكل. وجربه. أما الجزر، رخ خسارة. أما الجزر هذا تأكله الأرانب، لأنه يقوي البصر. ما تشوفون أرنب تطلع بالليل؟ مغلوطة؟ فقرتك. وشو؟ متحمس يا أخوي. وش عندك؟ أنا شيء؟ إي عندي. يلا عطني وش؟ لا جيت هنا. أجيكم يلا. أما وش بعد؟ التفاح، تفاحة واحدة يوميا يقيك من زيارة الطبيب. نعم نعم.
التفاح الأخضر هذا اللي هي وشه؟ الشيء الغريب أن فيتامين سي موجود بالفراولة أكثر من منه بالبرتقال. الفيتامين سي موجود بالفراولة أكثر من البرتقال، وأيضا الفلفل الرومي يقح في شوف يقح فيتامين سي الفلفل الرومي. طبعا اللي عندهم قولون ترى مو كويس لهم الفلفل الرومي. هذا هو إلا هذا لا لا هذا هو ايوه حتى ذا ايوه صح صح. وهذا بعد فيتامين سي لكن هذا الحين كم الساعة؟ الساعة الآن تنتين و تنتين و وعشر. كم باقي عن الوقت؟ ثلاث هو يخلص؟ شدوا حيلكم بس شدوا حيلكم ما عليكم الأمور سهلات. لا بس البيذنجاني يقول أحد العلماء الظاهر ضيعت اسمه يقول يقول والله إني لم أترك التفكر إلا يوما أكلت فيه باذنجانا لأن يقول يدمغ على المخ. وش بعد عندنا؟ بس عاد العنب ما يحتاج. ترى في يا حلوة أكلت عنب. إي والله أكلت عنب طيبة. يلا خلينا نروح الشباب. شوف هذا فريق واحد وأنا فريق اثنين ما نعرف أطبخ. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. عوذ بالله هذا خذ وروح لهلك بس والله. الشمام هذا ما بيني قايل وين